بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ
فأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلن نشرح لك صدرك الله
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مختوم
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر Yeah.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم.